سافرت تركيا، شفتوها صعيبة بالأول، طبعا يعني قد فارقهم السكان هنيكي جو سكان. رحت المدرسة هماني ودعتوهم، وكثير واو وكثير عفان كثير تذكروا انه جيتي وديتيهم. واو، يعني عقب والله سنين عقب سنين. واو هسه هسه احنا عندنا جروب من العراقيين اللي بنفس السنه الدراسيه، السنوات الدراسيه، ذكوا قالوا لي واو والله اذكر انه جيتي وديتينا، واو لانه الحياه في العراق كانت بالنسبه لي كلش حلوه، يعني حياه جميله جدا جدا. بالرغم من البداية الصعبة. طبعا البدايه صعبه، بس انا تعلمت اعيش مع الوضع، يعني كل شيء كانت المخومه ماما تقول الحمد لله والشكر، اي كل شيء واو كانت الحمد لله والشكر. وهاي مثلا هاي شن هاي حلقه باذني يقولون انه دائما نشكر الله على اللي عندنا، حلو. عندنا ما عندنا الحمد لله والشكر. اي الحمد لله. دائما ماما الله يرحمها كانت تقول اقوى واصعب لا يغوي. لا يغوي، هاي بنسمع نخون، هاي تو انتم مماني كنتم بوقت كلش صح صعب، اصعب صح من الوقت اللي انا كنت بينه. صح انا كل حياتي الطفوله وال ترعرعت بيها بالعراق كانت كلش جميله بالنسبه لي، بالنسبه لي كانت جميله جدا جدا، من اجمل اوقات حياتي واو لحد الان.